بعد الانقطاع عودة، وبعد العودة انقطاع، ثم عودة لم ترض الشارع العراقي. أضرار كثيرة ترتبت على شركات السفر والسياحة وشركات التحويل المالي وبعض المؤسسات التابعة للحكومة العراقية وغيرها من المؤسسات التي تعتمد وبشكل كامل على خدمة الانترنت، محملة ذلك وبشكل كامل وزير الاتصالات ومطالبة الحكومة بمحاسبته على هذا التقصير. الحقيقة شركات السفر والسياحة تعتمد بعملها على الانترنت من اول الصباح الى اخر المساء، فجميع حجوزاتها مع شركات الطيران العاملة بالعراق عن طريق الانترنت، مع العراقية، مع الخطوط الجوية التركية، الإماراتية، القطرية، جميع شركات الطيران. من ما يترتب إذا توقف الانترنت يتوقف عملنا، والانترنت عندما يتوقف تتوقف جميع عملنا. في هذه الظروف الصعبة اللي يعيش بها العراق، يعني تأذينا كلش قطع الانترنت، لأنه احنا كشركات سفر وسياحة كل شغلنا هو على الانترنت، ما نقدر نشتغل اي حجز اي تذكره اذا مو انترنت، وحتى اذا اجى الانترنت فهو الانترنت ضعيف، يعني ما يصدر تذكره. المواطنون بجانبهم تحملوا جزءا من هذه الخسائر الماليه، فمعظمهم يعتمد في حياته اليوميه على خدمه الانترنت التي يدفع مقابل توفيرها مبالغ ماليه كبيره وبشكل شهري مستمر. تاثر على المواطنين، على حياة المواطنين والشركات وغيرها وغيرها، وخسائر. يعني أنا كمواطن اشتراكي أول 60 غير أول 100 غير أكثر. يعني أنا مثلا شغلي كمهندس عندي مراسلات مثلا عن طريق الإيميل، انترنت ماكو فترات يعني توقف شغلي، ضررت. وكذلك الخسارة المادية اللي أنا أدفع بالشهر فلوس غير أحصل مقابلة خدمة. والله الانترنت أثر على هواي ناس، يعني أول ما أثر على المواطنين وأثر على أهل الاشتراك نفسه. مطالبات كثيرة رفعت للحكومة العراقية لتعويض الخسائر المالية التي أنهكت المواطن وأيضا أصحاب المهن المرتبط عملهم بخدمات الانترنت، على أمل أن يعوضوا من قبل شركات الانترنت المرتبط عملها بوزارة الاتصالات. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.